أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن أصلي على من قتل من البغاة والخوارج وأن أذهب إلى بيوت أهليهم للتعزية؟ على كل حال يصلى على المسلم، المسلم يصلى عليه، ولو قتل نفسه ولو قتل أحدا من المسلمين ما يكفر بهذا، وما دام أنه لا يكفر إنه يصلى عليه. وأما تعزية أهله فهذا فيه نظر، لأن هذا فيه تشجيع على هذا العمل، وفيه إساءة ظن بك، فلا تذهب إليهم ولا تعزهم في هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.